يعني يشهد الله لم أعلم باسم مهرجان عطر السوافر. دعيت هكذا ولم أعلم ما هو العنوان الرئيسي لهذا المهرجان. لن أتحدث عن الإعلام الحربي، فهنالك الأبطال الذين كفوا ووفوا في هذا الميدان. سأذكر قصة من وجع الذاكرة. شاب عمره 20 سنة، جميل جدا، بلوري بروحه، التقيت به بمعركة، شفته مهموم، قلت له شنو موضوعك انت؟ قال لي أنا أحب بنية وأهلها ما يطوها إلي، السبب أنا بالحشد ووضع المادي تعبان. فقلت له الله كريم، إن شاء الله راح تخلص المعركة وتطور روحك وتاخذ اللي تمنيته. في المعركة الثانية بعد مرور فترة زمنية رحت للقاطع مالته، التقيته على الساتر عطر السواتر، لقيته على الساتر لكن دمعات عيونه لا زالت موجودة. قلت له خيرك شبيك؟ قال لي رفضوني مرة ثانية أهل حبيبتي، عمره 20 سنة، طوع بالحشد، كان ماكو راتب وقتها، فما اعرف شنو الدواعي اللي منعت اهل حبيبته ان يطوح حبيبته. مشت المعركة واستمرت الى حين وصلني خبر من عنده، استشهد في احد المعارك، الرحمة له والرحمة لشهداء عطر السواتر. التقيت بشاعر ومقاتل واعلامي ايضا على الساتر، فقال لي أنا عندي قصيدة جاي أكتبها لحالات، يعني يتهمون قد يؤخذ النظرة عن الحشد وعن المقاتل أنه يتجرد من الإحساس والمشاعر ويكون بعيد كل البعد عن هذه الحياة التي نعيش تفاصيلها اليوم بدماء الأبطال. فقال أنا عندي قصيدة راح أكتبها لهذا الشهيد والأمثال هذا الشهيد، أنا راح أقرأها عليكم بعد أن عرفت قصة هذا البطل الشاب. وانتم موجودين هنا لعم الاغلب كلهم شباب، حتى جده احنا نسميه شاب رغم بياض لحيته، هذا البطل اللي من اشوف بياض لحيته استحي من يمي يعني. يقول الشاعر: عالساتر او قلبي رجل، ما خايف من المعتبر، بس انا كنت ارجف عشق لما ذكرتم بيتي، يا حبيبه لو طال السفر ارجع واقلب بالصور، وبلهفه حاكي بصورتك بس انتي ما رديتي، ورغم الهوى وبالخنق احس شي صار لك فتره، وعلي ما طب هواك بريتي، ما رايد اسمك بالقلب رتب ظهر جنسيتي.